مرحبا برج الأسد، أهلا فيكم في القراءة العامة. أول شيء يا برج الأسد، جانب المشاريع والوظيفة، الجانب العملي من حياتك، عندنا الغصن الأول إيس أوف فاير، دائما الأغصان الأولى أو الكوب الأول، كرتات الأولى من كل مجموعة تمثل البدايات الجديدة ولكن بقوة، وراها خمسة الأكواب. عندنا هني الغصن الصغير، قاعد أشوف في جانب حياتك العملي يا برج الأسد أن أنت تعبت من الانتظار، تنتظر شخص يعرض عليك وظيفة، تنتظر أن تحصل على الوظيفة اللي تستحقها، تحصل على وظيفة يكافئ فيها. هني ما بين طاقة الأغصان إلى طاقة المردود المالي، ما كان دائما التعب اللي في الوظيفة، المجهود المطلوب منك يوافق الراتب اللي يعطونك إياه، وايد اختلاف، وايد فرق، تتعب وايد ولكن المردود والراتب قليل. في الفترة القادمة أشوف برج الأسد تعب وتملل من أنه ينتظر مثلا من الشركات أو الجهات الأخرى يعطونا الراتب اللي يستحقه، فشنو قاعد يسوي؟ يأخذ الأمور بيده. أشوفك هني قاعد تدخل وتبتدي جانب يخص المشاريع، تبتدي بزنس خاص فيك، وإما كان بزنس لحد الآن ولكن تبتدي عمل جانبي على الخاص يعطيك مدخول أفضل. القبول لك في هذا المجال اللي انت تفكر انك تدخل، او ان كان شيء بسيط مثلا انك تبيع ملابس، تبيع مستحضرات، تبيع اكسسوارات، لان عندنا الغصن الصغير بما معناه ان انت هني البزنس اللي راح تدخل فيه هو مو بزنس اساسي، بزنس مكمل لشيء اوريدي موجود، مثلا السيارات اوريدي موجودة، انت هني تبيع فقط قطع الغيار، فقط تبيع الاكسسوارات، تبيع الشيء اللي يكمل بضاعة اوريدي موجودة في السوق. هني الرسالة لك، اذا اعتمدت على التسويق وابتديت بجانب معارفك، اصدقائك، الناس اللي كنت تعمل معاهم في السابق في هاي الشركات، لان كأنما هني قاعدة احس ان نقطة القوة لك راح تكون ان انت اوريدي اشتغلت في وايد اماكن، أسست نفسك، صار عندك معارف، عندك ناس تعرفهم في الشركة الفلانية، في المكتب الفلاني. إذا اعتمد على التسويق لمعارفك، للأشخاص اللي تعرفهم، التقيت فيهم سابقا، هني راح تلاقي الكثير من القبول، الكثير من الناس أشوف راح يبتدون يقبلون على منتوجاتك أو خدماتك ويطلبونها منك، حتى ما راح تلاقي صعوبة في الترويج أبدا، ولكن ابتد من الناس اللي تعرفهم. هذه هي الرسالة لك، بداية أشوفها جدا مبشرة وبعيدة عن الاعتماد على وظيفة ثابتة أو حتى الاعتماد على جهة معينة هي اللي تحدد شنو الوظيفة اللي يعطونك إياها وكم مرتبك. أشوفك هنا قاعد تنطلق في عالم الأعمال، وإن كانت بداية بسيطة متواضعة، ولكن إن شاء الله راح تفتح أمامك الكثير من الأبواب الأخرى. هني اعتمد على معارفك، انت صرت تعرف ناس وايد يا برج الأسد. خلينا نشوف جانب الأموال، عندنا أربع الأغصان يتلوها عشر الأكواب، السعادة الكاملة وملك السيوف. أكثر شيء قاعدة أشوفه لك يا برج الأسد، خلال هذا الشهر انت قاعد تبتدي هني في جانب الأعمال أو في جانب أنك تحاول تتوسع في مجال ما، مثل ما قلت لك أموالك حافظ عليها، وأموالك ما أشوفها قاعدة تزيد في هذا الشهر، لأن لا تنسى أنت هني قاعدة تحاول تنمي الأموال عن طريق أنك تصرفها في استثمار آخر، فكن حذر أن أموالك ما تصرفها في أشياء تخص الاستمتاع، أشياء كمالية، أصرفها فقط في الأساسيات. أربع الأغصان هو كرت الأساس، contentment، وجود هالكرتين مع بعض معناهم ان انت مكتفي خلال هذا الشهر، ما تحتاج اكثر من كذي، حتى لو كنت تتمنى اموال اكثر او تتوقع تنتظر خلال هذا الشهر، انت كأنما من الله يعني يقول لك انه ما تحتاج اموال اكثر من كذي عشان تحقق اللي في بالك، اللي في بالك اللي انت مقدم عليه، المرحلة الجديدة هني اللي شفناها، ما تحتاج منك اموال اكثر. ترى ملك السيوف يطلب منك هني ان تقوم بقرارات عادلة تجاه نفسك وتجاه الآخرين، إذا راح تصرف احرص أن صرفك يكون داخل محيط البيت وعلى الأساسيات، لا تصرف على الأشياء اللي فيها احتفال، فيها متعة، فيها جمعة، فيها كل واحد يظهر الجانب الباذخ من حياته. هذا هو التحذير لك. ملك السيوف أيضا عقلاني، يحسب حساب بكرة، هذا هو المطلوب أو النصيحة لك على الأقل خلال هذا الشهر.
لأن كأنما الفكرة هني سواء كان عندك 1000 أو عندك مليون، إذا أنت راح تحسن التصرف بطبيعتك، إذا كنت راح تحسن التصرف راح تقدر تسويها، سواء المبلغ اللي عندك كان بسيط أو كان كبير. نفس الفكرة نفس المبدأ ينطبق على المبلغ اللي عندك. جانب الدراسة يا برج الأسد، عندك الخماسيين، عجلة الحظ، والكوب الصغير. هني كأنما أشوف أن أنت في الدراسة اللي مقبل عليها واللي أنت فيها already، راح يكون أول شيء في اختلاف كبير ما بين الجانب النظري من الدراسة والجانب العملي. في اختلاف، في موازنة تحتاج أن أنت تسويها أو تفهمها. أن الجانب النظري أنت راح تبدع فيه وراح تتخطى وتجتازه بسهولة أكثر، لأن الجانب النظري هم دائما يقولون أن اللي درسونا إياه في المدارس أو في الجامعات مجرد الأساس. الجانب المعقد يأتي بعدين في الوظيفة. هذه هي الرسالة لك، لأن عندنا الكوب الصغير، كأنما أنت اللي لازم تكتشف وأنت اللي لازم توفق ما بين الاختلاف. راح يكون عندك اختلاف أو ثغرة كبيرة، ثغرة كبيرة ما بين أنت شنو درسوك إنزين وشنو التطبيق العملي أو الامتحان العملي. إذا كان عندك أيضا امتحانات عملية، في فراغ صاير بينهم، في فراغ لازم أنت تغلقه، لازم أنت تبذل المجهود عشان تعرف شنو الفرق بينهم وشلون. الحين إذا أنت نجحت في الجانب النظري اللي أنا متوقع عليك هني في نجاح سهولة أكثر، ولكن الجانب العملي هو شوي صعب، هو شوي مخادع. هذه هي الكلمة بالضبط، إنه مخادع، فجهز نفسك لهذا الشيء. انزين خلنا نشوف إذا أنتوا طبعا الرسائل القادمة، جانب الهجرة، جانب الصحي، جانب القانوني، ما راح يكون من أجل الكل، فقط اللي عندهم أخبار ينتظرونها في هاي الجوانب. برج الأسد، إذا عندك أخبار تنتظرها من جانب الهجرة، أول كارت لك الإمبراطور. ما أحب أشوف هذا الكارت لما يخص، لما إحنا نكون نتوقع موافقة، لأن معناته إن راح تتصعب الموافقة أو تتأخر أو الإجراءات معقدة. عندنا الإمبراطور ملك الملوك، وراها كارت برج العقرب. برج العقرب راح أقول لك عنه، هذا برج الحمل وهذا كارت برج العقرب. برج العقرب إذا حط في باله شيء، شخص معين، أصعب الأشخاص يقدر يلينهم. هذه هي ميزته وهذا هو موطن قوته. ليش عنده كارت الموت؟ هو ليش هو كارت الموت؟ لأن هو اللي يقدر يغير، يشكل الشخص اللي أمامه على اللي يبي. تأكد من هذا الشيء، من مواطن إبداع هذا البرج العجيب. أصعب الأشخاص وأكثرهم عدم تعاونا وأكثرهم عصبية وعنادا، إذا بغى منهم شيء برج العقرب يقدر يحصله منهم. شلون أنت تأخذها وتطبقها على وضعك في الهجرة؟ كأنما هني النصيحة لك، أشوفك أنت مقدم على هجرة دائمة أو إقامة دائمة في ذيك الدولة اللي تريد أن تسافر لها. هذا الطريق صعب، لأن قاموا يقللون الفرص، يقللون الأشخاص اللي يوافقون عليهم من أجل أن يعيشون بشكل دائم، شكل خلاص أنت مقيم الحين في هاي الدولة. فلازم أنت تلتف على القانون نفسه، لازم تلتف، لازم توجد لك إما ثغرة أو بدل ما هني تتجه نحو الفيزا الدائمة، الفيزا الإقامة الدائمة، توجه نحو شيء مؤقت، مثلا فيزا عمل إذا كان عندهم تصنيفات أخرى أسهل أنك تحصل عليها الموافقة، فيزا عمل مؤقتة، فيزا زيارة بغرض العمل، whatever. أنت انظر إلى كل التصنيفات، هني المطلوب منك تنظر إلى كل التصنيفات وتقول دام أن هذا الدرب صعب ولحد الآن ما حصلت فيه الموافقة، شنو البدائل؟ في بدائل أسهل، هذا اللي قاعد أشوفه، اتجه نحو البدائل الأسهل، ثبت نفسك فيها، بعدين إذا وصلت في هاي البلد بعدين حاول تتجه إلى الدرب اللي أنت لطالما بغيته، الإقامة الدائمة، أنك تبقى وتعيش في هاي الدولة، لأن صار حين صعب. فلازم محتاجين إحنا كلنا، مو بس أنت، النصيحة هذه لكل الأبراج، إحنا محتاجين طاقة برج العقرب، إن يسمونه الشيب شيفتر، نتأقلم ونتلون ونتشكل على مهما كانت الإجراءات صعبة، أقدر أن أنا أخترقها على الأقل ألتف عليها. هذه هي النصيحة لك. أو تريد أنك تظل تنتظر، ولكن بما أن عندنا الإمبراطور يعني الانتظار راح يطول،
إنزين خلينا نشوف جانب الصحة أيضا. هاي الرسالة مو حق الكل، هذا لين فقط حق الناس اللي يحسون صحتهم فيها مشكلة فيها ضعف. عندنا 7 الخماسيات. الكوب الأول وكرت الشيطان، هذا كرت برج الجدي. أول كرتين يا برج الأسد، إذا كنت أنت تعبان، دائما تحس أنك تعبان مرهق، نومك مو منظم. 7